السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف اليوم نقوم بزيارة فحص الخلية ومعاينة كل ما هو جديد في هذه الخلية. قمنا بزيارة قبل 10 أيام، وقمنا بزيارة إطارين شمع أساس. سوف اليوم نراقب هل قام النحل بمطية ذلك الشمع و البيض بداخله. هي الآن الخلية على وشك انتهاء كل الإطارات، 16 من 10 إطار. بعد ذلك سوف يقع وضع العسل. أما الآن سوف نقوم ب مشاهدة محتويات الإطارات. هذا هو الإطار الاحتياطي، خلية بها كثافة نحلة كبيرة مما يجعلها شرسة. إذن سوف نقوم برقابة هذا الإطار الأول. نعم، وقع مطه والبيض بداخله. ليس هناك بيوت ملكات، كذلك هذا هو ليس به بيوت ملكات، أي أنه برقعة صغيرة. يعني ذلك أن الملكة ليس مستعدة الآن للتطريد، ليس بصدد تحضير نفسها للتطريد. إذن هذا الإطار الجديد وقع مطه والبيض بداخله، فهو كله حاضنة. سوف يقع تقديم ذلك الإطار الذي وقع مطه به مط جديد، سوف يقع وضعه في الوسط حتى يمكن الملكة أن تبيض بداخله. سوف يقع زيادة إطار شمع أساس هذه الخلية.
لأن كل الإطارات التي وقع وضعها سابق قد وقع مطها والبيض داخله. إذن سوف نقوم بزيادة إطار شمع أساس، وسوف نقوم بزيادته وسط الحاضنة، يعني بين الحاضنة، لأن هذا يمكن أن يكون سوى للخلايا القوية، أما الخلايا الضعيفة فلا يجب وضع إطار شمع أساس بين الحاضنة. بالنسبة للخلايا القوية فسرعان ما يقع مط هو البيض الداخلي. إذن هنا وضع الشمع إطار شمع أساس واسطة الحاضنة، هذا سوف يسرع من بناءه، والبيض بداخله، لأن الملك عاشق الشمع الأبيض الشمع الجديد، وسرعان ما تقوم بالبيض بداخله. سوف يقع كذلك زيادة إطار شمع أساس آخر ثاني، وهذا الإطار سوف يكون احتياطيا، أي آخر الحاضنة، حتى إذا ما أتم النحل شمع الأساس وسط الخلية سوف يقوم بالبناء على الأطراف، وبذلك سوف يجد ذلك الإطار لكي يقوم بالبناء عليه، عوضا أن يقوم بالبناء في السقف أو خارج الإطارات. إذن باقي لهذه الخلية سوى مكان إطار واحد، سوى بعد أن يقع بناء تلك الإطارات سوف يقع بعد ذلك زيادة ذلك الإطار، وما تمام العمل بالنسبة لهذه الخلية، وسوف ننتظر 10 أيام لكي نقوم بمراقبة العمل بالنسبة لهذه الخلية.
العبادة كل العمل الذي أجري على هذه القضية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.